أبجرة ذهبية لطالما افتقدت الساحة الفنية العربية لمثيلاتها، حيث تعيدنا طبقات الصوت إلى الزمن الجميل، زمان العمالقة والفن الحقيقي. مغربية تنحدر من مدينة القنيطرة، حصلت على الإجازة في الدراسات الإنجليزية، ووقع عليها الاختيار من طرف وزارة الخارجية الأمريكية للاستفادة من منحة دراسية إلى أمريكا. تابعت الدراسات العليا هنا، ونالت الإجازة في الإعلام، وشهدت الماجستير في شعبة الموارد البشرية، وهي بموازاة التكوين العلمي. يسعدني رحب بالفنانة المغربية نضال إبوراك. Thank you. شكرا. تمام. أول شيء بتحبي إليك إعلامية ولا فنانة؟ شلون؟ لا، فنانة. رغم أنه دراستك بالإعلام؟ إيه، دراستي بالمجال التواصل والإعلام، ومن بعد مجال الموارد البشرية. طيب، طالما حابة تمتهني الفن، يعني ليش رحتي على الإعلام مثلا، ما رحتي تخصصتي بشيء له علاقة بالموسيقى أو هيك شيء؟ يعني كفنانة الدراسة جدا مهمة، فركزت على دراستي الجامعية، وكان يعني حصلت على منحة، فخولت لي أنه أدرس مجال التواصل، وأكيد مجال التواصل يعني غيفيدني كفنانة. بالضبط، فلذلك اخترت هذا المجال. وبالمستقبل ناوية تشتغلي بالإعلام ولا؟ والله عندي اهتمام بالإعلام، عندي اهتمام بالبرامج الحوارية. حضرت مرة برنامج أوبرا وينفري شو، وشفت كيف هنا الأمريكان يعملوا برامج الحوار، فدائما عندي الاهتمام، ولكن تركيزي أكتر شيء على الغناء. يعني ما حاولتي تروحي على المجال الإعلامي؟ فكرتي تشتغلي، تواصلتي مع قنوات؟ لا، ما فكرت على أساس أنه أشتغل بالإعلام، بس دايما نشوف البرامج، نشوف مثلا طريقة التقديم، طريقة اللي تفيدني أنا كفنانة لما نعمل بروموشن أو لما نعمل لقاءات صحفية، لكن ما فكرت أنه أشتغل بالمجال الإعلام. نضال، عادة برنامج حكاية بيتناول حياة الناس، يعني من البداية لحد هلأ، وإن شاء الله بدنا نحكي شوي كمان عن المستقبل. خلينا نرجع على المغرب، لما كنتي طالبة ومتفوقة جدا بالدراسة، بعدين رحتي على جامعة ابن طفيل لدراسة الأدب الإنجليزي، وحتى بالجامعة كنتي من المتفوقات. هلأ اللي بيسمع صوتك كمان بيعرف أنه مو بنت مبارح بالفن، يعني مبين أنه شيء أصيل. كيف قدرتي توازني بين دراستك اللي تفوقتي فيها وبين الفن اللي أبدعتي فيه؟ شوف، أنا جاية من بيئة رجال تعليم، كيف ما نقوله في المغرب. الأم أستاذة فلسفة في الثانوية، وكانت أستاذتي في الثانوي، فكانت هكذا كتير شديدة عليها في القسم، والأب أستاذ تاريخ وجغرافيا، فأكيد التميز في الدراسة هذا كان يعني نتيجة حتمية. لا، وكان كنت كنسميهم القواعد الداخلية للبيت. يعني يا إما تيجي الأول ولا خلاص ولا خلاص بتروح على. فكان دائما تركيزي على الدراسة، وكذلك يعني أنا كنت نحب الدراسة، نحب إنه نكون متفوقة فيها، فالحمد لله إنه نجحت، وبحكم اجتهادي حصلت على منحة دراسية كاملة من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا كان يعني جزء مهم بالنسبة لي، لأنه أنا كان آمن أنه الفنان لازم يكون مثقف، لازم يكون واعي متعلم، وأكيد فهذا كي سهل التواصل مع الجمهور كذلك. طب بالنسبة للفن، كيف من إمتى بلشتي؟ كيف اكتشفتي أنه عندك صوت حلو؟ مين دعمك خاصة بالبداية لما كنت صغيرة؟ يمكن كان أعتقد لما كان عمري 8 سنوات، كنت في المستوى الابتدائي، وكانت الوالدة كتغني في البيت. حلو صوتها؟ حلو صوتها. وكنت دايما نسمع أغاني فيروز، الرحابنة، نسمع ناظم الغزالي، وديع الصافي، فدايما في البيت كنت نسمع أغاني طربية. الوالدة كانت دايما تدعمني، والأهل ديالي أكيد. بديت من مهرجانات، من حفلات على صعيد المدينة، ومن بعد في سن 12 أو 13 سنة شاركت في مهرجان الرباط، وهذا كان يعد من أكبر المهرجانات في المغرب. شو كنتي تغني نضال؟ كنت كنغني أغاني مغربية كلاسيكية، يعني
من مثلا نعيمة سميحة، دي مطربة كتير معروفة عنا في المغرب، كتير كتير أغاني مغربية. شو بتسمعينا مغربي هلا؟ شو سمعكم مغربي؟ أو مالولو أو مالولو أو مالولو ثم بكيت أنا، أو مالولو أو مالولو أو مالولو ثم بكيت أنا، يا الغادب يا سيدي ويا الغادب يا بابا يا الغادب يا خويا يا الغادي، ردني لبلادي ما سخيتش بيها ما سخيتش بيها ما سخيتش بيها وعيت من نادي. كثير حلو. طيب الكلمات شو يعني؟ ما فهمت شي طبعا. الأغنية هذه كتبت من الأستاذ محمد فتح، وكان كتبها يمات لما الملك المرحوم محمد الخامس تم نفيه لمدغشقر، فكتبت في الجو في جو انه الناس كانوا يعني باغين، يعني كانوا باغين الملك يرجع البلد، فتتغنى بالوطن، تتغنى بالأحباب، تتغنى بالجمعة هذا الطيبة. أو مالولو أو مالولو أو مالولو تم بكيتانا، أو مالولو أو مالولو أو مالولو تم بكيتانا، يا الغادي بي يا سيدي ويا الغادي بي يا بابا ويا الغادي بي يا خويا ويا الغادي، ردني لبلادي ما صفيتش بيها ما صفيتش بيها ما صفيتش بيها وعيت من نادي. طيب هلأ خلصتي دراسة بأمريكا، عملتي اللي عليكي بما يخص مجال الدراسة، ليش ما رجعتي يعني طالما هي منحة وخلص؟ طبعا أهلا وسهلا فيكي بلد الكل بلد الكل، بس يعني سؤالي إنه ليش ما رجعتي لتكفي شي بالمغرب؟ لا، هي المنحة الدراسية كانت لمدة سنتين، وأنا إقامتي بأمريكا أكثر من سنتين، فالمنحة الدراسية لك 7 سنين بأمريكا، حزت من خلالها على الإجازة الثانية، ومن بعد قررت أنه نكمل دراسة الماجستير، ومن خلالها حزت على منحة ثانية من الجامعة. شو السؤال؟ السؤال أنه ليش باقي لهلأ؟ يعني أنا الفكرة من السؤال أنه عادة النوع الغناء اللي أنت بتغني حتى بالوطن العربي تقريبا هو للنخبة، يعني ما بتحسي أنه بالذات الشباب هلأ بيروحوا على الخفيف أكتر، بيروحوا على الطقطوقة الشيء الخفيف، أنا فأنه يعني اللي بدون يروحوا ليحضروا حفلة نضال لازم يكونوا من فئة معينة، مثقفين أكتر، ممكن بيحبوا الطرب الأصيل أكتر. هي مش الفن اللي كان قدمه مش فقط للنخبة، يمكن لأنه كان عارفوا الآن حيطات فني فضيع، فلذلك الآن ولينا نسميه الطرب الكلاسيكي، الفن الراقي ولينا نسميه فن النخبة، وهذا بالنسبة لي يعني مش مسألة يعني مفروغ منها. يعني قررت أنه نستقر في أمريكا ونكمل في أمريكا، لأنه مقارنة مع المغرب، وهذه مسألة لازم نقولها، حققت انتشار أوسع عند الجالية العربية وكذلك عند الجمهور الأمريكي اللي مهتم وملم بالثقافة العربية. نعم. فعملت مجموعة من السهرات. في أمريكان بيجي بيحضروا الحفلات. أكيد أكيد. عملت مجموعة من الحفلات مع الأستاذ سيمون شاهين، وهذا يعد من أكبر وأهم الفنانين العرب في أمريكا وفي العالم العربي، والناس اللي مهتمين بالموسيقى كيعرفوا شكون الأستاذ سيمون شاهين. فقررت نكون هنا لأنه عندي أعمال فنية، عندي حفلات، كاين اهتمام، وكاين كاين اهتمام أكثر بالموسيقى الطربية، لأنه هناك جالية يعني كان فتقدوا، ودايما الجمهور لما يحضر الحفلات يقولنا يعني رجعتونا للبلاد.
أكيد. طب جمهورك من أي فئة عمرية؟ من كل الفئات. يمكن في شباب؟ أكيد في شباب. يمكن الجمهور يعني الفئة العمرية الرازنة اللي تسمع أغاني طربية وكلاسيك هذا يكون أكتر. أنا عم بسألك لأنه نحن واجهنا هيك هون يعني واجهنا هذا الموضوع بالإذاعة أنه فترة من فترات حطينا كلثوميات كل يوم. كان في اعتراض من بعض المستمعين أنه لا بدنا شيء شبابي أكتر. أنا مش أنا ما يعني أنا كذلك تتعجبني الموسيقى الشبابية، نسمع راي، نسمع شعبي مغربي، نسمع كتير موسيقى شبابية. من بين الجمهور اللي كيحضرنا جمهور أمريكي يعني باقي صغير في السن اللي كيتعلموا موسيقى عربية واللي كياخدوا دروس في اللغة العربية. وبالنسبة لي أنا كنلقى هذه المسألة جدا مهمة، لأنه أنا كسفيرة البلدي وسفيرة لثقافتي كيهمني أنه نعطيهم المرجع الرئيسي أو المرجع الأساسي في الموسيقى العربية الكلاسيك. طب شو قدرتي تقدمي للأغنية المغربية خلال هالسبع سنوات هون بأمريكا أو خلال مشوارك الفني؟ أنا يمكن لحد الآن ما قدمتش أغاني مغربية، لأنه مجمل السهرات اللي كنقدمها هي للجالية العربية بصفة عامة. فقدمت أغاني لأم كلثوم، فيروز، وبعض المرات على حسب إمكانيات الفرقة اللي كتكون معايا، لأنه الفرق كلها يعني كيكونوا عازفين فلسطينيين سوريين لبنانيين، فما كيكونوش حافظين الريبرتوار المغربي. لكن مؤخرا عملت حفل في فيرجينيا، كان تكريم، وقدمت بعض الأغاني المغربية، والآن أنا بصدد تحضير أغاني خاصة مغربية تكون قريبا إن شاء الله. عم جهزي شيء خاص فيكي مغربي. yes. طيب السؤال اللي بدي أسألك يا هلأ، الغناء المغربي أو الأغنية المغربية، هلأ من خلال لقاءاتك أكثر من مرة حكيتي عن موضوع أزمة الأغنية المغربية، وفعلا ما بنشوف انتشار واسع للأغنية المغربية مثل المصرية اللبنانية حتى السورية، يمكن عندها انتشار رغم كمان الأغنية السورية عندها أزمة بموضوع الانتشار، بس الأغنية المغربية كتير محصورة بالمغرب العربي يعني الجزائر المغرب تونس. هي اللغة برأيك ولا التسويق ولا وين المشكلة؟ هلأ يعني دابا نقول بالمغربي دابا حاول نتكلم معاك لهجة مغربية بيضاء. يعني أوكي عشان أنا كمان أقدر. كنت فهميني. لا فهماني مزبوط. good. فأنا نشوف أزمة الأغنية المغربية مشي في اللهجة، لأنه أنا عندي كتير أصدقاء يقولوا لي تكلمي مغربي ونتكلم معاهم ويفهموني. كنشوف أزمة الأغنية المغربية من ناحية الإنتاج، لأنه ما شاء الله في المغرب عندنا مواهب صحيح خطيرة. وعدنا أصوات وعدنا ملحنين وكتاب كلمات، لكن هي الأزمة من ناحية الإنتاج، لأنه ما كينش شركة إنتاج، ما كينش شركة توزيع في المغرب، فلذلك كل الأصوات المغربية اللي كتبان الآن كتحتاج أنه تهاجر، تمشي للشرق، تمشي للخليج، أو تكون في أمريكا بحالي. نعم. طيب قدمت عدة سهرات بأمريكا وكندا وكان كندا في... بعد هلا كندا جاي. أوكي. قدمت عدة سهرات بأمريكا وكانت حفلاتك ما شاء الله يعني فيها حضور كبير. طيب وشاركتي بعدة أعمال درامية ومسرحية، هلأ حنحكي عن الدراما والمسرح، بس بدي أحكي عن موضوع السهرات. ما دعيتي إلى الوطن العربي لإحياء حفلات لحد الآن؟ لا. عندي دعوة للبلد من المغرب العربي، نخليها مفاجأة، لكن المشرق لا. السبب ما سمعوا بنضال ولا لا؟ هناك لا، في كتير أسماء سمعوا بنضال، ما بعرف إنه هلا يعني سؤال. والله يمكن لأنه أنا كنشوف إنه توجه في المشرق العربي بصفة عامة أصبح توجه تجاري محض. هناك مجموعة من الأصوات الجميلة في العالم العربي، يمكن كيخص يكون يعني مدير أعمال شاطر وشركة إنتاج اللي غادي تبنى نفس الرؤية اللي عندك، لأنه أنا يعني حققت مجموعة من المسائل هنا في أمريكا على المستوى الفني، فصعب علي أنه نقبل بأي تنازل بس لأنه نكون حاضرة ونكون. حصلتي على جائزة من المجمع التكريمي الأمريكي، شو بتحكي لنا عن هي الجائزة وشو سببها؟ كان الجائزة كانت من هي كانت
كتتويج للطلبة المتفوقين لما كنت في جامعة كنت ستيت. فكنت كان أول سمستر، كان أول فصل دراسي لي في أمريكا، وحصلت على معدل كامل وعطوني الجائزة. أو بالنسبة للجوائز اللي أخذتي، جوائز عن الغناء والفن ولا بس بما يخص الدراسة؟ لا، مؤخرا كان تكريم في ولاية فيرجينيا في حفل مغربي، كان حفل جدا رائع وفاق كل توقعات المنظمين. فحضرات جالية مغربية كبيرة، وتم تكريمي بناء على السهرات والحفلات والنجاح اللي حققته في أمريكا. كيف بيتفاعل معك الجمهور؟ بيطلب منك أغنيات معينة ولا أنت بتختاري؟ أنا كنكون محضرة بروجرام، لكن الجمهور دايما يطلب مني أغاني اللي سمعوها في الحفلات. مثلا يروحوا على اليوتيوب ويسمعوا أغاني ويجيوا عندي في الحفلة يقولنا بغيناك تغني لنا أغنية كذا كذا. مثلا أكثر شيء بينطلب منك، أكثر أغنية؟ فيروز وصباح. سمعينا شيء لفيروز نضال، شو رأيك؟ رح نسمع طبعا لصباح، انتي قاعدة عنا مبسوطين فيكي وصوتك ما شاء الله، فبنسمع أول شيء لفيروز. نسمعكم أغنية أنا كنت حفظتها لما كنت صغيرة في المغرب. أوفو فو فو شهر وشهرين تعبت بعين الدماء وانا غايب وين، يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدماء وانا غايب وين، شهر وشهرين وبعدك بعدك بتقول تقول محافظة وعدك والوعد طول، تقول محافظة وعدك والوعد طول، ويوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدماء وانا غايب وين، ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين، يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين، يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين، يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين، شهر وشهرين وبعدك بعدك بتقول تقول محافظ عوعدك والوعد طول، قول محافظ عوعدك والوعد طول، قول محافظ عوعدك والوعد طول. خلينا نكون صريحين نضال، ونحن حكينا قبل ما نبلش عندك صوت بياخذ العقل، عندك اداء بجنن، بتقدري توصلي بسرعه لقلب المستمع. ليش العالم العربي لهلا ما سمع بنضال ابو راك؟ انا ما غنقولش انه العالم العربي ما سمعش بنضال ابو راك، خلينا نقول البلدان العربيه، يمكن مثلا جيل الشباب الان، جيل بتاعي، يمكن ما عنديش انا access more access to the younger generation. علاش العالم العربي ما سمعش بنضال؟ يمكن كذلك لأنه أنا مقيمة في أمريكا وكل أعمالي في أمريكا. وبعد برنامج اللي كنت فيه مع محطة الام بي سي زمان، قررت أنه نركز على دراستي مع الموازاة مع الفن، فيمكن هذه كلها أسباب. ممكن أنتي ما عرفتي تسوقي لحالك أو قصرتي بحق التسويق، لأنه منشوف كتير فنانين ممكن هنن، بدنا نحكي عن موضوع شركات الإنتاج، بس ممكن هنن مالن مع ولا شركة إنتاج بس بيسوقوا لحالهم، سواء على تويتر سواء على الفيسبوك، على يعني هلأ صار في وسائل تواصل أكتر مع الناس على اليوتيوب.
ممكن أنت قصرتي بهذا الموضوع؟ لا ما قصرت، لأنه يعني أنا كلاحظ من خلال تقريبا السنة أو السنة ونص الأخيرة يعني هناك جمهور يعني العدد دياله تكبر، فأنا جدا يعني فخورة بالجمهور اللي كيتابعني. عندي محطة خاصة في على اليوتيوب على الفيسبوك، من خلالها الجمهور كيتابع أعمالي. لما نتكلموا على مسألة تسويق يعني لازم نتكلموا كذلك على أعمال خاصة. أنا الآن بصدد تحضير أعمال خاصة اللي غتكون أولى الأعمال ديالي. إنتاج مين؟ إنتاجي الخاص. ما حاولتي تتواصلي مع شركة إنتاج؟ لحد الآن ما كاينش شركة إنتاج، لأنه ما كاينش شركة إنتاج. يمكن كذلك الأمر في أمريكا، أنه الموسيقى العربية في أمريكا نوعا ما محدودة مقارنة مع مثلا مع الخليج أو مصر أو لبنان. هذا السؤال، هذا سبب سؤالي لما قلت لك أنه طالما أنت ناوية تمتهني الفن، ليش بعدك بأمريكا مثلا ما رحتي على العالم العربي على شركات إنتاج عربية؟ هذا السبب لأنه سألتك ليش أنت بعدك باقية، يعني ليه ما رحتي على لبنان على مصر، الأماكن اللي كل الفنانين بيروحوا عليها ليعملوا أغاني، الأماكن كلها محتاجة لك. أنت قلت الأماكن وفكرتيني بغني الأماكن. علاش ما رحتش؟ لأنه أنا كنت مرتبطة بدراستي وهذه كانت من أولوياتي، يعني ما كنتش مستعدة أنه نتخلى على دراستي من أجل الفن، لأنه أنا الفن شوفوا زي بورصة الأسهم، مرة طالع مرة نازل. وكذلك أنا يعني من خلال تعاملي مع الأستاذ سيمون شاهين، من خلال الحفلات اللي قدمتها في أمريكا، صارت عندي رؤية وعندي توجه خاص. فمدام أن هناك شركة إنتاج اللي غادي تحتضن نفس الرؤية ونفس الفن، لأنه أنا كيهمني نقدم فن محترم وفن راقي، لأنه لما نقول مثلا مدرسة الرحابنة أو أم كلثوم أو اسمهان، يعني these are legends وتركوا legacy. فأنا ما كيهمنيش أنه نكون فقط اسم تاني وتيجي شركة إنتاج وتعمل لي أعمال خاصة وبعدين خلص. أنه بس بيساعد هذا الموضوع؟ أكيد بيساعد. لا أنا متفقة معك أنه أكيد بيساعد، هي فقط مسألة وقت. ويمكن الآن عندي نضج فني أكتر وعارفة شنو باغة من الفن، يعني بعرف شو بدي ترجم لك. لا لا فهمان عليك تمام، بس إن شاء الله يكونوا المستمعين عم يسمعونا وعم يفهموا شو عم تحكي. لا لا إن شاء الله رح يفهموا، إذا ما فهمتوا بعتوا لي على الفيسبوك وأنا بشرح لكم. أو لازم مش كمو تلفزيون كنا حطينا الترجمة تحت، بس مش الحال. هلأ برأيك بظل ازدحام الساحة الغنائية بالأصوات الباهتة، حقيقة في كوارث، يعني تسمعي أصوات ما العلاقة وعم بيغنوا الشباب موسيقى وكلمات الهشك بالشك، ضل في مكان للأصالة والأغنية الملتزمة والجادة؟ Definitely yeah. شوف الجمهور كيعرف يفرق، يعرف يفرق ما بين مطرب كيف ما يسموهم في المشرق مطرب صف أول ومطرب يمكن صف عاشر أو مطرب نايت كلابس. فالجمهور يعني ما نقدموش أي فن ونقول الجمهور عاوز كده كيف ما تقولوا. هناك أصوات مهمة وأصوات تحترم، أصوات شبابية جميلة جدا. هي مسألة وقت ومسألة غربلة. فأنا كنشوف أنه خصوصا مع الثورة العربية والربيع العربي وكل المسائل اللي كتحصل في البلدان العربية، يمكن هناك رجوع، يمكن أنا كنشوف أن هناك رجوع للأصل ورجوع فإن شاء الله إن شاء الله. طيب ليش نتفائل وخير إن شاء الله. ليش ما فكرتي تغني شيء شبابي أكتر، شيء من يلي عم نسمعه كل يوم؟ وفي أغاني في أصوات حلوة، رغم ما حكيت أنا أنه في أصوات فظيعة يعني ما بتنسمع، بس بالمقابل في أصوات مقبولة بتنسمع، في أصوات حلوة أو بتغني أغاني بتناسب أو بتتوافق مع أذواق الشباب، ليش اخترتي الطريق الأصعب؟ يمكن أنا شخصيتي كده. لا أنا دايما نشوف نفسي كنختار، يعني لما كان عمري 12 سنة من بين أول الأغاني اللي حفظتها أغنية جارة الوادي للسيدة فيروز. فيمكن هذه خاصية عندي. أنا اختاريت المدرسة الترابية لأنه كتبقى المرجع الأساسي ومشي أي واحد يمكن له يغني هذه الأغاني طبعا. لكن الآن أنا كنحضر أغاني خاصة، أغاني شبابية اللي كتناسب، لأنه أنا كذلك من بنت جيلي لازم نقدم شيء اللي غيعجبني ويعجب الجيل بتاعي. بالضبط. طيب شو بتسمعينا من جارة الوادي لفيروز؟ ما أنه جبت السيرة لحالك يعني. يا جارة الوادي
طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك يا جارة الوادي. طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك يا يشبه الأحلام من ذكراك يا جارة الوادي. طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك. مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى والذكريات صدى السنين ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض بربوة غنى أكنت حيا لها ألقاك ضحكت إلي وجوهها وعيونها ووجدت في أنفاسها نحكي عن برامج المسابقات الغنائية مثل ستار أكاديمي أرب آيدول اللي عم نشوفهم مؤخراً من خلال الفضائيات والقنوات العربية. أنت شاركتي ببرنامج نجم النجوم وحسي على اللقب أو فسي، أنا ما بتذكروا هذا البرنامج حقيقةً. شو بتحكينا عن هاي المشاركة وشو قدمت لك وشو استفدتي منها؟ المشاركة كانت في برنامج نجم النجوم ستار سيرتش على محطة الام بي سي. كنت الصوت الوحيد اللي تم اختياره من المغرب ووصلت لمرحلة السيمي فاينلز. ما حصلت على لقب، هو كان ساعتها كان خطأ صحفي انه نضال إيبورك حصلت على لقب. انا فزت في المرحلة النصف النهائية ومن بعد كملت مع محطة الام بي سي. كان جا برنامج اخر اللي صورت معهم وشنو فتح لي البرنامج الاخر كان برنامج
الأغاني يعني أغاني مسابقات الأغاني واسمه برنامج ميوزيك أنا توب 10 فكنت حاضرة فيه. كنت حاضرة فيه كفنانة ولا كصوت يعني طالع من محطة الام بي سي؟ شنو قدمني البرنامج؟ يعني أكيد فتح لي أبواب، يعني تعرفت على فنانين، على الأستاذ صابر الرباعي، شكون تاني، الممثل المصري الجميل مصطفى شعبان، تعرفت على رزان المغربي كانت كثير محبوبة ساعتها، فتح لي أبواب حتى في المغرب من خلال برامج، وكانت كثير لقاءات صحفية وبرامج فنية. لكن وراها أنا جيت لأمريكا باش نكمل دراستي. كنتي صغيرة كتير وقت. Yes. I think I was 18. طيب كمان قريت وأنا عم حضر لقاء، قريت إنك شاركتي ببرامج مسابقات غنائية أخرى. لا. مثل ستار أكاديمي. لا، أنا برنامج وحيد اللي شاركت فيه هو برنامج نجم نجوم ستار سيرتش. طيب هي الوسائل الإعلام منين عم جيب أخبارك؟ يمكن هناك صحفيين ما كيعملوش الهوم ورك. لا، هو كان يمكن خطأ صدر في أحد المقالات، لكن أنا ما شاركتش في ستار أكاديمي. طيب دائما في لغط أو إشارات استفهام كتير كبيرة حول هدول البرامج. يعني مثلا بيقولوا لك أكتر واحد أو أكتر برنامج كتير كان عليه حكي وثرثرة هو برنامج ستار أكاديمي، وحتى البرامج الأخرى بيقولوا لك إنه في محسوبيات، في أصوات أهم من أصوات ما بتلقى فرصة. نجم النجوم شو رأيك فيه كبرنامج؟ فعلا كان في محسوبيات؟ فعلا كنتي بتستاهلي تاخدي اللقب وأخده حدا تاني بسبب؟ لا كان. شوف، أنا لما كنت في نجم النجوم كان عمري 18 سنة، وكنت يمكن من أصغر مشتركين فئة الكبار، لأنه كانت فئة الصغار الكوميدي وفئة الكبار. اللي أخذ لقب صديق عزيز وصوته ما شاء الله عليه، أنا يعني تنعمل له شابو، فنان جميل عندكم من سوريا، أيهم أبو عمار، اللي كان وجه له تحية. فهو كذلك كان يستحق اللقب. البرنامج كان فيه أصوات جدا مهمة وكانت محترمة، يعني ساعتها لما كنا كنقارنوا نجم النجوم مع برامج تانية على مستوى المواهب وعلى مستوى الأصوات، كانوا أصوات يعني كانت كفاءات مهمة في برنامج نجم نجوم مقارنة مع برامج أخرى. يعني أنا شخصيا ما شفتش محسوبيات أو كذا كذا، اللي يعني كنشوف من بين الأصوات اللي كانت تستحق أخذت اللقب وكفينا المشوار. عادة طبعا مثل ما حكيت لك إنه ما بالضرورة أجمل صوت هو اللي ياخد اللقب، صارت كتير لأنه ما بعرف هذا البرنامج بيعتمد كان على التصويت، تصويت المشاهدين ولا بس رأي اللجنة؟ كان يعتمد على التصويت. أوكي. على التصويت. فعادة لما بيكون الموضوع له علاقة بالجمهور أو المشاهد ما بيكون في إنصاف بموضوع الـ 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 الرابح. شوف، أنا يمكن ما كيكونش في إنصاف أو ما كتكونش في شفافية. لأنه كل حدا بيتحيز لابن بلده. أكيد. بلا شعور يعني. أكيد أكيد. هذه مسألة مفروغ منها. بس بتشوفي مثلا خلينا نرجع ل برنامج سوبر ستار، كان اللي ربحت اللقب هي الأردنية دانا كارزون، بس رغم هالشي شفنا أنه ملحم زين أخذ فرصته، تواصلت معه شركات إنتاج، تبنوه، طلعوا له ألبومات، دعموه. أنت ما تلقيتي ولا عرض بعد هذا البرنامج، رغم أنه عندك، برجع بقلك مو مجاملة، أكيد بتعرفي يعني عندك كل مواصفات الفنان، الشكل، الصوت، الأداء، من كل شيء ما شاء الله. أنا ماشي ما تلقيتش عروض. أنا قلت لك قبيلة لما تخرجت وانتهت مرحلة نجم النجوم تلقيت عروض، لكن ساعتها كانت أولويتي دراستي. نعم. كذلك يعني ساعتها يمكن الوسط الفني الآن يمكن نقوله أصبح شوية غربلة، لكن ساعتها كانت يعني ما شاء الله أصوات بتفوت. كنت صغيرة، يعني كنت صغيرة في السن. كنت عم تحكي على الأصوات؟ يعني ساعتها كانت أصوات اللي كتدخل المجال وكتفوت المجال الفني لا علاقة لها بالفن، وما يعني وما زالت، لكن يمكن العدد الآن أصبح أقل.
بالنسبة لي أنا، لأنه أنا دايما كنشوف الأمور من ناحية إيجابية، كانت لأنه كنت صغيرة في السن وما كانش عندي نضج فني اللي عندي الآن، كنت أولا فضلت أنه نركز على دراستي، وكذلك ما كنتش مستعدة أنه نقدم أي تنازلات فقط لأنه نكون مطربة مشهورة، لأنه يعني الفن كيبقى فن، لكن هذا لا يمنع أن هناك مسائل أخرى، يعني يمكن لازم يكون عندك تيم يكون يشتغل معاك وكل هذا، فساعتها يمكن أنا كنت بعد بادية في المراحل الأولى. نضال، أنت عم تحكي هلأ من بداية الحديث حكيتي عن العيلة المثقفة المتعلمة قديش شجعوك ودفعوك نحو الدراسة، اليوم رأي العيلة بموضوع الفن يعني عم بيشجعوك ولا بيقولوا لك خلاص أنه روحي التفتي روحي درسي لا روحي التفتي للشي أو اهتمي أكتر ممكن يطلع لك حظ أكتر بالشي اللي أنت درستي؟ لا شوف، أنا أنا الحمد لله أوكي، أنا الحمد لله يعني عندي حظ في الفن، يعني ما نقولش أنه ما عنديش ولا حاجة، لأنه الحمد لله في السنتين الأخيرتين اللي عملت فيها حفلات حققت نجاح الحمد لله، كنشكر ربي عليه. العائلة دايما كتشجعني و they are very proud of me، خصوصا الماما يعني كيشوفوا أنه إن شاء الله نكون اسم محترم في الفن إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. عيلتك هون ولا بعدها بالمغرب؟ بالمغرب. طيب كمان عندك عدة مشاركات درامية ومسرحية، شو بتحكي لنا عن هاي المشاركات؟ هل هي فقط بالدراما المغربية وفي المسرح المغربي أم؟ في الأعمال الدراما والمسرح عندي، لما كنت في المغرب قد شاركت دور في مسلسل فيلم قصير، مش مسلسل، فيلم قصير كان اسمه لوم كيكور، الرجل الذي يجري. وعلى مستوى المسرح قدمت مسرحية، جوج المسرحيات هنا في أمريكا، مسرحية المهاجر اللي كانت مع الأستاذ حاتم دجاني وتم عرضها في الشيكاغو إيريا. نضال، شو بتحكي لنا عن الخطط المستقبلية؟ كان حضر أعمال خاصة، غادي يكون جوج الأغاني سينجلز مغربي. شو بتحكوا عن الاثنين بالمغرب؟ جوج أيوة؟ يعني زوج، يعني زوج. جوج أغاني سينجل. فأنا يعني جدا سعيدة بهذا التعامل، لأنه أغاني مقتنعة فيهم، تقدمت لي أغاني كثيرة من قبل لكن ما اقتنعتش فيها لأنه ما كنشوفش صوتي محدود، فلذلك يمكن ما قدمتش عمل خاص من قبل. أغاني شبابية؟ يس. مغربية؟ يس. حلو. مع مين تعاونتي فيهم؟ ملحنين من المغرب. نبغي نفصح على الأسماء ديالهم من بعد، نخليها مفاجأة. لكن الملحنين من المغرب والكاتب الكلمات كذلك من المغرب، وإن شاء الله غيكون عمل جدا راقي وفي المستوى، وكذلك يعني كيناسب متطلبات الجيل الشبابي. وهلأ رايحة على كندا تحيي حفلات هونيك وبعدين؟ رايحة على كندا وبعدين هناك حفلات في أمريكا في الفول سيزن، أتكون ما بين الإيست والويست كوست، وهذا اللي الآن حاضر في الأجندة. في مرحلة بحياتك أو تعاون بحياتك لا يمكن أنه الواحد يتجاهله، هو تعاونك مع الفنان سيمون شاهين، شو بتحكي لنا عن هذا التعاون؟ كيف بلشت العلاقة وكيف وصلتوا لهون؟ يعني ما شاء الله لكم كتير شيء مشترك مع بعض. الأستاذ سيمون شاهين يعني أنا كنشوفه مثل ماي منتور، يعني تعلمت كثير منه، وأنه كان عندي شرف أنه نكون معه على الستيج، فهذه كنشكره عليها. أنا لما كنت في المغرب، لما كنت غنجي لأمريكا، كانت من بين الأساتذة اللي تلاقيت بيهم قالت لي هناك اسم محترم ومعروف في أمريكا لازم تعرفي عليه. فمرة أنا وسيمون، أستاذ سيمون، كنا تعرفنا على بعض، لكن مرة out of the blue he called me وقال لي يعني حابك تكوني معي في السهرة اللي نعملها. فأنا جدا فخورة بهذا التعامل، ويعني هدي يبقى بصمة في مسيرتي الفنية إن شاء الله، لأنه الأستاذ سيمون شاهين اسم لا يستهان به. أكيد.
طيب نضال، يعني بنهاية اللقاء بدي أشكرك كتير على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق عن جد، لأنه برجع بأكد للمرة الثالثة أنه عندك كل المقومات، عندك أهم شيء الصوت الحلو والأداء الراقي اللي حقيقة نحن بنفتقد له هلأ على الساحة الفنية. آخر شيء شو ممكن تودعينا بشو؟ ودعكم بأغنية؟ افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ منا ويا الحبيب، افرح يا قلبي يا فرحة القلب الحزين، لو صادف الخل الأمين، يا فرحة القلب الحزين لو صادف الخل الأمين، بعد التمني والحنين يبلغ منا ويا الحبيب، افرح يا قلبي. نضال شكرا كتير لوجودك معنا. مستمعينا بدي أتشكركم كتير، إن شاء الله الأحد الجاي رح بيكون معنا ضيف جديد ببرنامج حكاية. كانت معكم من وراء المايك دارين، وبالإخراج هبة. إلى اللقاء.